بص يا شيخ، هو انا ليا اخت يعني ايه اتصرفت تصرفات، المهم يعني خلتني اتعصب واتكلم، يعني احكي الاخت التانية على التصرف اللي هي عملته معايا وعصبتني وكده، وخلتني ان انا جبت سيرتها ويعني ايه يعني غلطت فيها في الكلام، قلت عليها كذا وكذا يعني، بس يعني ان هي غبية او كده يعني، وانا مش بحب اعمل كده يعني، بفضل حاسه ان انا كده يعني خدت ذنوب وان انا غلطت في حقها وكلام من ده، مع ان هي فعلا تعبتني يعني وتصرفت تصرفات ضايقتني وكده، وانا نفسي ان انا اعمل حاجه بحيث امسح الذنوب دي خالص يعني، ما تفضلش الذنوب باني جبت سيرتها او اتكلمت عليها او حكيت الموقف اللي حصل خلي منها. خلاص خلاص خلاص، هي موجودة ولا ماتت؟ لا موجودة. استسمحيها وخذي لها هدية كده وروحي لها زيارة استسمحيها، والحمد لله الأمور تنتهي. بس طيب، هو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ده بيكون كفاية برضو؟ لا، ده في الذنوب التي بينك وبين الله، لكن تسرقيني وتقولي سبحانك اللهم وبحمدك، تغتابيني وتقولي سبحانك اللهم وبحمدك، لا، حقوق العباد تؤدى إليهم. حتى لو كنت انا ما قلتش حاجه ما حصلتش منها يعني، انا قلت الموقف اللي هي عملته معايا وكده. معلش، لا كده الأمر خفيف، الحمد لله، شكرا.